اللي في بنات رزقه كتير، لكن يا عيني بيبات حمله كبير. هم الحياة مش فلوس ولا كم لقمة وغموس، الخوف كله من نفوس من حواليهم. قالوا اللي خلف بنات رزقه كتير، لكن يا عيني بيبات حمله كبير. كان كل همك احنا عايش عشاننا، وقلبك علينا طول عمره راضي. لكن خليتنا جوانا نرضى بنصيبنا، عالخير ربيتنا وكبرنا بالحلال، وكمان وصيتنا واديتنا من الحب نصيبنا، وفضلت سندنا من وقت ما كنا عيال. على عيني يا ابويا، اخواتي مالنا كده بقينا فجأة، شايفين طمعنا قال ايه شطارة، ونسينا اللي علي عهدنا بونا، ونسينا روحنا يا ميت خسارة. رسمين أبداً ومعدنا ما بقاش يشغلنا، سايبين الدنيا تودينا يمين وشمال، نكرين لأصولنا وأصولنا نرجع لعيشتنا قبل ما نتفرق ونضيع راحة البال. قالوا اللي خلف بنات رزقه كتير، لكن يا عيني بيبات حمله كبير. هم الحياة مش فلوس ولا كم لقمة وغموس، الخوف كله من نفوس من حواليهم. قالوا اللي خلف بنات رزقه كتير، لكن يا عيني بيبات حمله كبير. هم الحياة مش فلوس ولا كام لقمة وغموس، الخوف كله من نفوس من حواليه. اتفضلي يا ست. اخيرا ضحكت عليك في اتجوزتك. على فكره بقى انت اللي اتضحك عليكي. يا سلام، لو كل بنت عرفت ان اللي اتضحك عليها تتجوز واحد قمر زيك، كل البنات اتمنت انها تضحك عليها. مبسوطه بجد قوي قوي قوي. يعني مش هيجي يوم كده وتندمي على الجوازه دي؟ عمري. المهم ان انت ما تقولش كده. اقول ايه ده، انا ما صدقت. على فكرة أنا محضر لك مفاجأة. بجد؟ إيه هي؟ لا اتحايل عليها شوية، أنا هقول لك على طول كده. قول بقى. طيب أنا محضر لك أسبوع أجازة في الغردقة. حكي على إيه؟ مفيش، بس أنا بجد كان طول عمري نفسي إن أنا أزور الغردقة، ويعني عمر الموضوع ما كان نفع. لا عد الجمايل بقى، عد الجمايل، ده أنا كده يعني بحقق لك أحلامك أهو. حاضر حاضر، أحلامي كلها اتحققت بيك. حبيبتي ربنا يخليكي ليا. يلا تعالى نشوف بقى إخواتي عملوا إيه. بالراحة. بس كبير قوي. ريحته حلوه قوي. بص بقى يا سيدي، الفراخ كماليا هي اللي عاملاها. ماشي. انما الرز بقى من ايد سمر. تمام. والكفته والمحشي ده منى اللي عاملاهم طبعا، هي بتموت في الاكل. تمام. وايه تاني؟ اه بقى، والورد والرصه والشموع والحاجات دي كلها من ايد مرة. تسلم ايديهم. كانوا مبسوطين قوي. طبعا مش اخواتي، واحنا اصلا ما لناش غير بعض. وايتن كمان كانت مبسوطه قوي. اه، انت عارف بقى ان ايتن دي بقى بالذات تصعب عليا قوي. تصعب عليك ليه؟ اتبان اقوى واحده فيكم.
اه بس انا بحس ان هي بتعمل كده بس عشان مش عايزه اي حد يعرف قد ايه هي ضعيفه. طب ما تيجي بقى تسيبك منهم كده وتعالي نتكلم كلام يخصنا احنا بقى شويه. هنقول ايه؟ احنا نعرف كل حاجه من بعض. لا لا ما نعرفش كل حاجه، يعني في كلام ممكن يتقال انت ما تعرفوش. زي ايه؟ تعالي انا هقول لك زي ايه دلوقتي. زي مثلا ان انا ارقص معاكي سلو. انت عارف ان انا كان نفسي اشم القاعه بسرعه؟ انا كمان على فكره. لا ده انا كمان كنت متضايق جدا. بقى انا هعزم كل الناس دي عشان تتفرج عليكي. لا ده انا اناني لازم اتفرج عليكي لوحدي. كنت متضايق قوي يعني وعايز امشي بسرعه جدا. انا عرفت دلوقتي ايه الحاجه الوحيده اللي انا ما عرفتهاش عنه. يا ترى ايه؟ ان انت عنطري. انت لسه شفت في اي عنطة؟ اوه بحبك قوي. ربنا يخليك لي. وربنا ما يحرمني منك. طيب انت لو مت دلوقتي يا عم عادل محدش هيحس بيك ولا هيفكر انت فين. ما افتكرش كمان حد هيسأل عليك، حتى احمد صاحبك واخوك. بتلوم نفسك على ايه؟ ما انت اللي عملت كل ده في نفسك. حد يحب كل السنين دي ويفضل ساكت؟ طب حتى لمح. لمح ازاي؟ ما اقدرش اقول لها. مقدرش اقول لها اني بحبها وهي مش حاسه بيا. انت عايز تقول لها ايه؟ انها تسيب احمد؟ وبعدين اساسا هي لو كنت انا في دماغها كانت فكرت فيا، وبدل ما تروح تتجوز واحد مش على مزاجها كانت تقرب مني. لا 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 لا، انت اللي كان لازم تقول لها. هي تعرف منين اساسا انك بتحبها؟ هتشم على ضهر ايديها كاملة يعني؟ تعلقها في رقبتك من وانت قد كده اهبل. تعلقها في رقبتي وقريبه من قلبي، لا انا عارف ابعد عنك ولا عارف حتى اخلي قلبي يكرهك، وكمان مش قادر اخلي قلبك يحبني. طول عمرك حظك وحش عادل. يا عم ولا وحش ولا حاجه. عجبني اللي حصل ده قوي. على فكرة أنا مبسوط من شغلك. أنت كده بقى حبيبة قلبي. ده يشجعني بقى أطلب من حضرتك طلب صغنن قد كده أهو. اللي تأمري بيه. افتح معانا شوية في الشغل يا باشا. طمعت يا خليلة. والله مش طمع، بس أنا عارفة أقدر أعمل إيه كويس قوي. وبعدين ده طلب الناس اللي إحنا شغالين معاهم. وبعدين حضرتك وإحنا مش سددنا القديم كله، يبقى من حقنا ناخد الجديد بزيادة حبتين. عندك حق. حضرتك عشان تعرف ان احمد مش احسن مننا في حاجه. انت مالك ومال احمد بس دلوقتي؟ ما تخليكي في شغلك وخلاص. على قولك يا باشا، حضرتك هتشرفني في فرح متولي. هو خلاص قرر يدخل على فريال؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. طيب كلميني قبلها بيوم بس عشان اعمل حسابي. من عينيا يا باشا، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك يا وش السعد والخير كله. استاذه منى، في حد بره اسمه استاذ عبد الله وكان عايز يقابل استاذ مدحت، قلت له حضرتك المسؤوله. طب خليه يدخل. حاضر. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم عبد الله؟ الله، كويس انك لسه فاكراني. طبعا فاكراك كويس قوي. اتفضل اتفضل. أشكرك. تحت أمرك. الأمر لله. في الحقيقة أنا جاي وحابب إن احنا نشارك بعض في شوية شغل كده. نشارك بعض في شوية شغل؟ أنا عندي شركة للأزياء، شركة معروفة اسمها فاشو، أكيد عارفاها. آه طبعًا. دي كانت بتاعت مرات أبويا. لا. مش بتاعت مرات أبوكي. دي بتاعت سمير الله يرحمه. وأنا اشتريتها. نعم؟ اشتريتها بيع وشراء. معلش يعني ما تزعلش مني. اشتريتها ازاي؟ انت ساكن فوق سطح عندنا في الحارة، جبت الفلوس دي كلها منين؟
لا الموضوع ده طويل قوي، حابة احكي لك عليه بعدين. طيب وابنه؟ ابنه دوت تافه ملوش اي لازمه. وايتن؟ ايتن انت عارفاها كويس قوي، هي وامها غاويين مشاكل وانت فاهمه كده كويس. طيب خير تحت امرك. ابدا انا محتاج بس خط انتاج للموديلات الجديده وتنزل السوق باسمي انا. بس الموضوع ده مش خاص بي انا، لازم تكلم فيه استاذ مدحت. ازاي؟ ازاي وانا فهمت دلوقتي انك انت هنا الكل في الكل؟ مؤقتا. انا كل اختصاصي الاداره فقط، ما اقدرش اخد اي قرارات. طب تسمحي لي امتى اقابل استاذ مدحت؟ هبلغه واول ما اخد منه ميعاد هقول لحضرتك على طول. اشكرك يا منى. فكر. قوي. الغالي يرخص لك يا قمر. وانت يعني ناوي تبعزق فلوس اللي حيلتك؟ ما نبعزق في فلوسنا، ايه المشكله يعني؟ وبعدين عايزك تعيشي معايا حياتك كانها حلم، عشان لما اموت كده تحلفي بحياتي. هي السيره بس اللي انت بتقولها دي دلوقتي. بهزر معاكي في ايه؟ ما اعرفش اهزر يعني. بقول لك ايه، عشان خاطري ما تقولش كده تاني. ممكن؟ ممكن. وانا عايزاك من هنا ورايح تبقى عارف ان انت تعيش مليون سنه. مليون سنه؟ انت متفائله قوي. تعالي تعالي. انت بقى 50 فين؟ كده. ايه ده لسه بيوضبوها؟ صباح الخير، قدامك كتير؟ لا حضرتك انا خلصت خلاص، اتفضل. ميرا؟ نجلاء؟ تعملي ايه هنا؟ مش طعم. بتشتغلي ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ ليه بتعملي في نفسك كده؟ دي حكايه طويله نجلاء. انتوا اتجوزتوا؟ سيبك مني انا دلوقتي. انا عايزه افهم ايه اللي حصل؟ ايه اللي مشاكي فجأه؟ بعدين يا نجلاء. بعدين ايه بس؟ انا لازم افهم كل حاجه دلوقتي. طيب انا هنزل انا استكشف المكان واسيبكم لحظه. أكيد في حاجة كبيرة قوي حصلت اللي خلاكي تسيبي كل حاجة وتيجي هنا تشتغلي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ أقول لك إيه؟ قولي لي إيه اللي حصل يا ميرا؟ اتجوزت. مين؟ مروان. ابن سمير جوز ماما. أنت عارفة أنا مامتك دخلت السجن؟ إيه؟ اتسجنت بعد ما قتلت سمير جوزها. لا مستحيل، سمير ده كلب، هو وابنه اتفقوا ان هم ينتقموا منها ويودوها في داهيه. يعني ايه؟ يعني انا متاكده ان ماما عمرها ما تعمل حاجه زي كده. سمير بعت ابنه ورايا عشان يتجوزني وينتقم مني. انتوا اتجوزتوا رسمي؟ رسمي. وبعدين جيتي هنا ليه؟ عشان اتجوزنا من ورا. وليه من وراه؟ عشان ما كناش عايزين عيشته. طب وبعدين؟ ولا قبلين سابني. ليه سابك؟ عشان كنت لعبة. كان عايز يخلي ماما تعمل اللي هو عايزه وانا كنت الطريق. وبعدين قررتي ان انت ما ترجعيش؟ قررت ان انا ما ارجعش. ليه؟ كان لازم ترجعي. ارجع؟ ارجع ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ انت ليه محساني ان انت قلقانه مننا كانك عملتي حاجه غلط؟ انت وجودك ما بيننا اهم حاجه. طالما انت قلتي ان انت اتجوزتي رسمي يبقى خلاص، انت اصلا مش غلطانه.
رجلي انا حامل. طب وفيها ايه؟ انت متجوزه، ده شيء طبيعي. انا كنت عايزه انزله. اوعي تعملي كده. انا فعلا مش هعمل كده. هو مذنبوش حاجه، مذنبوش اي حاجه في اللي حصل. وفي نفس الوقت انا كمان مبسوطه بقعدتي هنا، مبسوطه بشغلتك دي يا ميره. اه مبسوطه. عارفة؟ دي أكتر حاجة حسيت إني بعملها صح في حياتي هي الشغلانة دي. أنت متأكدة؟ أه متأكدة. يلا أنا هقوم أمشي بقى عشان عندي شغل كتير. خلي بالك. قولي احمد من دقيقة في حياتي. هو مفيش غير احمد يا كمال، يا كل حاجه احمد احمد. لا يا كمال، الموضوع اللي انا عايزك فيه ملوش علاقه باحمد خالص. طيب يا عم انا اسفه. في ايه؟ انا هسافر. ليه؟ هسافر بره مصر ومش هرجع تاني. يا سلام، للدرجه دي مش عايز تشوفنا؟ في حد مزعلك مننا ولا ايه؟ كمال، هو انت لحد دلوقتي مش واخده بالك ولا بتعملي نفسك انك مش واخده بالك؟ مش واخدة بالي من ايه؟ مش فاهمة. اني بحبك. انا؟ ايوه انت كمان. بحبك من واحنا انا عيال صغيرين. ما كنت بخاف عليكي، انزل اوصلك لحد المدرسة، ما سبكيش لوحدك، افضل ماشي معاكي، استناكي اول ما تخلصي عشان اروحك، افضل معاكي وجنبي. كنت بتضايق قوي لما بلاقي احمد يقرب منك، ما كنتش عارف الاحساس ده ايه ساعتها، كنا عيال صغيره. بس لما كبرت عرفت. كنت بتعذب لما كنت بشوفك مع احمد وتقولي ان بتحب احمد، بس ده كان غصب عنك. يعني ما اقدرش اقولك تحبي مين وما تحبيش مين، بس كل اللي انا كنت حاسه ان انا كنت عايز ابقى معاكي وما سبكيش ابدا. كنت بقعد اسال نفسي انا فيا ايه هي ما مش حبايا. حاولت اغير حاجات كتير، حتى اما بقى معانا فلوس انا واحمد اهتميت ان انا اغير في لبسي وشكلي عشان الفت نظرك. برضه ما خدتيش بالي. لما جيتي للشركة تسألي على أحمد، أنا اللي قلتلك اشتغلي معانا، رغم إن أحمد كان رافض، مكانش عايز ده خالص. أنا اللي فكرت إنك تشتغلي معانا، خليتك في مكتبي، وكان كل هدفي إن أنا أشوفك كل يوم الصبح. مكنتش مركز في شغلي، مكنتش مركز في أي حاجة غيرك أنت يا كاميليا. بس للأسف أنت كنت بتعذبيني من غير ما تحسي. حتى اما احمد باعك بعد عنك وقال لك انه ما بيحبكيش، باعك لعزت، برضه ما خدتيش بالك. حاولت انبهك وما خدتيش بالك برضه من ده. انا مش فاهمه حاجه. يعني ايه باعني لعزت؟ يعني احمد باعك لعزت؟ عايزه تفهم اكتر من كده ايه؟ أنت بتقول كلام غريب. لا، أنا بقول الحقيقة. الحقيقة إن أحمد عمره ما حبك. بالعكس، أنا ده الكلام اللي كان لازم أقوله لك من زمان. ده الكلام اللي أنا حاسه من زمان. ما كنتش قادر إن أنا أسافر قبل ما أقوله لك. أقول لك على حاجة كمان. أنت السبب اللي أنا عايز أسافر. مش عايز أكون موجود في أي حتة أنت موجودة فيها خلاص. ما بقتش قادر أخبي إحساسي أكتر من كده. غريب إني أكون بتباع وأنا مش واخدة بالي. كل اللي
كل اللي همت من كل الكلام اللي انا قلته انك اتبعتي، ما همكيش اي حاجه تاني، كل كلامي ملوش وزن عندك. انا ممكن تكون دموعك دي ان احمد باعك لعزت، مش ان عادل تعذب عشانك كتير واضح ان انا اللي كنت غلطان. كان لازم افهم من عدم احساسك بيا ده معناه انك مش شايفاني اساسا. معلش انا اسف، كانش المفروض اقول كل الكلام ده. انا اسف يا كمال، اسف. انا همشي. هتروح فين؟ مش مهم، كل اللي بطلب منك خلي بالك من نفسك، عشان البني ادم الوحيد اللي بيحبك كان بيخاف عليكي مش هبقى موجود تاني. ها ممكن بقى تقولي لي عاوزه ايه؟ وانا خايف. خايفه؟ خايفه من ايه؟ خايفه اقول لك تزعل. لا يا ستي مش هزعل، بس قولي بقى. قولي ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ ازاي اسمي يبقى موجود في الجرايد؟ ازاي ابقى نجمه ومشهوره كل الكتاب عارفيني؟ طب حيلك حيلك، الحاجات دي بتاخد وقت. لا يا وجيه مش بتاخد وقت، وانت عارف كده كويس. عارف ايه بقى ان شاء الله؟ ان في ناس بتطلع مره واحده وبكره بيبقوا نجوم في الصحافه. لا وبكره بيقعوا على الدور رقبتهم. مش صحيح، اللي بيقعوا دول الاغبياء، وانا مش ناويه اكون غبيه. طب ممكن ننزل نتغدى في مكان ونكمل كلامنا؟ وانت كل مره تقول لي كده، انا عايزك تقول لي دلوقتي نعمل ايه عشان عايزه احط خطوات في حياتي وامشي عليها. ماشي. اول خطوه ان احنا ما نبعدش عن بعض ابدا. انا عمري ما هبعد عنك. الخطوه الثانيه نتجوز على طول. بس كده؟ من دلوقتي لو عايز. الله الله الله، ده انت بايعه الدنيا خالص. لا والله، واللي تتجوز واجي تبقى بايعه الدنيا، دي تبقى شارياها، وشارياها قوي كمان. الله الله على الكلام. طب واحدة واحدة عليا كده، عشان انا ممكن اخاف منك. لا يا وجيه ما ينفعش تخاف مني، انا بالذات ما ينفعش تخاف مني. انا احسن واحدة انت ممكن تعرفها في حياتك، عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا وانت عاملين زي الملك والكتاب، مفيش حد يقدر يستغنى عن التاني. وانا عندي مبادئ وقيم، مستحيل اخرج عنها. ماشي. قولي بقى ازاي؟ ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي ما حسيتش كل ده بحب؟ كل حاجة حواليكي كانت بتقول انه بيحبك. غبية غبية. الو، ايه يا نجلاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده بجد؟ ميرا عامله ايه؟ يا عمري يا عادل، لمحتك قاعد لوحدك على السور، قلت اجي اشوف مالك. الناس اللي بعديها برضو فريال هات امك، انا مالي اقصدك كده. انا الحق عليا اللي عايز اشوف مالك. لا يا اختي، ولا الحق عليك ولا الحق عليا. شوف انت جاي منين. انا غلطانه يا عادل. خلاص تعالي تعالي تعالي، ما تزعليش. خلاص ما زعلش ايه بقى وزفت ايه؟ خلاص انت اللي على طول شايل لي الهم كده. لا لا، ما انا خلصت من الهم اللي انا شايله بقالي سنين. انا قاعد ورايق وزي الفل وبشرب سيجارتين وداخل عليا موزة عظيمه. ايه انت عامله ايه؟ والواد متولي عامل معاك ايه؟ زفت. بعد عنك. متخانقين ولا ايه؟ مش لازم يعني نكون متخانقين ولا متصالحين، مش فارقة. أنا اللي غلطانة أصلا إني قبلت أتجوزه. طب ما تسيبوا بعض، لسه على البر، كل واحد يشوف نصيبه بعيد عن التاني يعني. وإلا سيبه ده،
وبعد ما اسيبه ان شاء الله. ولا حاجة، تسيبيه وبعد كده ترجعي له، ما هي الناس بتسيب بعض عشان ترجع لبعض. انت اللي هبلة بس ومش عارفة الموضوع ماشي ازاي. ما انا فعلا هبلة. انا هبلة وعبيطة واتضحك عليا وحصل حصل. لا استنى، اتضحك عليك ازاي؟ ده انت عمر حد لمس اي حد يعني. لا انا عشان موقف بس، مش اكتر مش اكتر. عارف الهبال الدايبه؟ تخيلي ان انا ما طلعتش اعرف اي حاجه غيرها. او انا بقى اتعلقت بيها. احمد وانت كاميليا مش كده؟ انا وانت اتضحك علينا، بس هنفضل كده لحد امتى؟ بقول لك يا فريال، ما تعملي معايا واجب وتسيبيني قاعد لوحدي. لا سيبك لوحدك، ده ايه؟ على فكره احمد خلاص الحظ لعب معاه، واحنا اللي كنا السبب في اللي هو فيه. ولو حد فينا كان فتح بقه كان زمانه دلوقتي مرمي في السجن، محدش بيسال عنه. بعدين هو كان بيعمل ايه؟ ما انت اللي كنت معاه وفي ظهره وبتعمل كل حاجه. انت عايزه تقول ايه؟ عايزه اقول انت لو كان معاك فلوس زي اللي مع احمد كانت جريت وراك بالمشوار. اه كاميليا دي اوعى تفتكر ان هي ملاك ولا غلبانه، تبقى غلطان. كاميليا دي سابته زمان علشان كان فاضي معهوش فلوس. اوعى تفتكر بس ان علشان امه رفضت الجوازه والشويتين دول فهي وافقت. لا يا حبيبي، اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها. كاميليا كاميليا كاميليا. ايوه كاميليا، كاميليا دي حقربه. واسالني انا، جرب كده يبقى معاك فلوس هتجري وراك بالمشوار. اسمع كلام فريال عن اذنك. بقول يا ست جمالات. نعم يا سي جمال. يعني كنت عايز افتح عندك حساب. ليه يا اخوي؟ حد قال لك عليا ان انا فاتحه بنك ولا فاتحه بنك؟ لا ما هو مش حساب زي زمان، انا حاتم مقدم. اسم الله اسم الله. يا ترى يعني بقى منين؟ يعني سبحانه العاطي الوهاب. اه صحيح. بقول لك يا اخويا والنبي الله يسيئك، ابعد السعادي من هنا لحسن مراتك تشوفك تنيل الدنيا. لا انت فاكره ايه؟ فاكره ان انا من الرجاله اللي مراته تمشي زي ما هي عايزه؟ لا لا حاسبي حاسبي، انا بيتي راجل راجل يعني يعني ازح. ماشي يا راجل، سمعني يا اخويا واطربني وشجيني. انا يا راجل مش قايله لك ما تطلعش بره باب البيت؟ زهقت. زهقت. طب يا اخويا روح على بال ما تحضر لك الرضعه. ما تلم نفسك يا ولاي. نعم انا ملمومه يا اختي، الدور والباقي على المبحترين ومش حاسين. يلا يا حبيبي يلا روح على البيت، استنى الهانم على بال ما توصل. وخد بالك بقى ما تنساش تغير للعيال. عيال ايه ده؟ انت اللي فيه ده اسمه حلاوه روح. طلعت روحك يا بعيده وليا ناقصه، فعلا عايزه تتربي وانا اللي هربيك. تعالي يا اختي شوف مين هيربي التاني. طب استني بقى يا ولية. ايه ده يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه انت ده؟ وانت سايبهم كده يا جمال؟ امال اعمل ايه؟ اسمعي يا ولية منك لها والحاره كلها تسمع. خليله بتاعت زمان خلاص من النهارده وطالع اللي هيدوس لي على طرف افرامه. خليله بتاعت زمان اللي كانت بتشحت الحنيه والحب خلص. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. بقول لك ايه؟ كلمتي امري يتنفذ. سامع ورايا يا اخويا. تعالى جنب مجال عزك. تعالى فيه اللي حصل؟ تعالي فهميني. انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه؟ ما كنا حد يروح الدات بقى في ايه؟ امراتي بخناقه يعني. لا بقى يا عم جمال ما تضايقنيش عليك. حياة عادل عندك خلاص لا تفكها. عم ده انا خربان والله اكتر منه.
انا لو بعمل زيك على كل حاجه كده بتضايقني، كان زمان انتحرت من زمان. وانا يعني عايش عايش زي الفل. بقول لك ايه، انا معايا حته كده موزه. ايه الخطوه حتتين؟ انت فهمتني غلط. لا مش قصدي نفسين، يعني هوف هوف كده. تصدق انا عمري ما شربت الحاجات دي. غلط غلط واكبر غلط. الحاجات دي هي اللي تخليك تنسى كده وتعيش وتتبسط. والله العظيم انا فعلا محتاج حاجه تخرجني من الحاله اللي انا فيها دي. عمري ما شفته بالشكل ده، عمري ما كنت اتخيل ان عادل يتعصب او يتخانق او يتضايق. طول الوقت كنت شايفاه زي النسمه اللي الواحد لما يتضايق يبقى بيدور عليها عشان يروح لها. واحنا صغيرين لما احمد كان بيضايقني كنت اروح اشتكي لعادل، كان يجري على احمد ويتخانق معاه، لكن عمره ما اتخانق بطريقه تضايق او تخوف، كانه كان بيتخانق معاه عشان يحافظ عليه وعليا في نفس الوقت. وايه تاني حسيتي بيه يا كاميليا؟ عمري ما حسيت بيه، مع انه هو الوحيد اللي كان واقف في ظهري، هو الوحيد اللي كان دايما جنبي حتى في الشغل، كان هو اللي بيجي يقعد معايا يتكلم، هو اللي بيفهمني الشغل. حتى مشكلتي مع اهل جوزي محدش وقف جنبي غيره، هو اللي وقف لهم وجاب لي حقي. وهو برضو اللي قالك ما تشتغليش الشغل اللي جايبه عزت. هو ده اللي انا مش قادره افهمه، ليه عايزني ما اشتغلش مع عزت؟ ليه عايزني ابعد عنه؟ تفتكري ليه؟ عشان عشان ايه؟ عشان بيحبك يا كاميليا. انا عمري ما حسيت بكده. انت طول الوقت حاسه بده بس مش عايزه تقتنع انه حب، وطول الوقت شايفه عادل معاكي وجنبك، وهو اللي بتجري عليه لما تكوني متضايقه ولا زعلانه، وهو اللي واقف جنبك، بس انت اللي عينيكي رايحه لبعيد يا كاميليا. مستحيل. أنا لو للحظة كنت حسيت إن هو بيحبني أو إن أنا بحبه. عقلك رافض يا كاميليا، عقلك قافل على أحمد وبس. عقلك بيقولك إنك دايماً صح. بس أقولك بقى إيه اللي حصل؟ قولي، يمكن أنت شايفة حاجة أنا مش شايفاها. مش هتزعلي مني؟ لا مش هزعل. طب تعالي نقعد. انتي ظلمتي ناس كتير قوي معاكي، واول حد ظلمتيه هو نفسك، وظلمتي اللي كنتي متجوزاه كان محترم وكويس، اكيد حاسه انك مش معاه ومش جنبه ومش بتحبيه. احمد طول الوقت بالنسبه لك حلم، وهو في الحقيقه كابوس كان لازم تخلصي منه. لولا عادل ده انا متاكده ان في حاجات كتير وحشه كانت ممكن تحصل. خدي بالك، أحمد ده كان عنده استعداد يبيعك، ما عندوش أي مشكلة. ولا أنا بتكلم غلط؟ أنا اللي طلعت طول عمري خلاص.